إقالتي من محافظة الإسكندرية كانت ضخ للدماء الجديدة على حساب الخبرات الحقيقية، أم الفساد حارب إنجازاتي ونقل صورة خاطئة للقيادة؟ هذا سؤال فوق صعب يعني. الخيارين هني إنه كانت أو كان قرار لضخ الدماء الجديدة وكان ذلك على حساب الخبرات والقدرات، وارد. أم الفساد هو من حارب إنجازاتك وحاربك ونقل صورة خاطئة عنك للقيادة التي اتخذت قرار أنا عايز أقول إقالتك؟ هقول الاثنين. هو أنا ما بعتبرهاش إقالة، أنا بعتبر أن أنت في أي توقيت، طب أنا رحت الإعلام ومشيت منه ورحت المحافظات ومشيت منها، لكن النجاح نجاح سواء النجاح في ثلاث حاجات. قبل كده كنت تمشي من منصب تروح المنصب تاني. المرة دي لا. أنا مش عايز أقول الإجابتين موجودين، الاتنين موجودين، بس أي هي أكتر؟ نقل الصورة عن عمد، لأن أنت بص يعني اسكندرية، اسكندرية دي مش كانت بتقود الحالة الانفلات في مصر وسبتت. مين الفساد اللي وصل الصورة دي للقيادة؟ لا، لما تلاقي في تركيز، هدي لك مثالين صغيرين كمان. الإعلام لا، بس لازم حد يكون بيحركه. لا مش فساد، نقول يعني مين كان اللي بيحرك ضدك؟ لما هدي لك مثال بسيط قوي وحضرتك كإعلامي يقولها، لما نكون بنتكلم على أربع شوارع يخصوا وزارة الإسكان طولهم كيلو، فنقول عليهم اسكندرية، اسكندرية غرقانة صرف. لما نكون كويس، لما نكون خلصناه في 16 ساعة، يعني أنت سيفر، يعني أنت منقذ، يعني أنت مش شغلتك مش مهمتك، ورغم ذلك تنزل تخلصها في 16 ساعة وتشكر على هذا، فتبتدي تتنقد عليها وتنينا نتكلم عليها أسبوع وهي خلصانة، وتقعد تعيد وتزيد وتقول لهم يا جماعة ده خلصت، أول كلام ليا كان ده خلصت، يبقى أنت بمين؟ مش معقول يعني، دي فيها براءة، ده حد بيحركك بشكل أو بآخر. مش معقول انك وقفت الحياه كلها عشان اربع شوارع فتقول عليها اسكندريه، مش معقول على 16 ساعه تقعد تتكلم فيها اسبوع وما تبقاش مؤامره. بنفس المفهوم في اشياء كثيره مجرد يعني السؤال، من كان يدير هذه المؤامره ضدك؟ اللي زق الناس تتكلم في التليفونات، وده مش موجود. انا هدي لك مثال اخر، لما تبقى واخد، وده معلومات حقيقيه من الرياض، من عاصمه المدن والعواصم العربيه، عاصمة البيئة في 2014 اسكندرية من الرياض، واخد من بيروت للصحافة والبيئة جايزة على الايه؟ التطوير في أعمال النظافة، على الأفكار الابتكارية، على مشاركة المجتمع المدني. دي الإنجازات اللي كلنا شفناها، بس نفس اليوم. مين اللي بيحرض ضدك؟ أكيد حد أنا مزعله، مين هو؟ وممكن يبقوا كتير. من